السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتى آخر مرة تصدقت؟ لسه متصدق امبارح. كلام يا عم، والله متصدق يا عم، كلام. السوق كله عارف أصلا محمود ده بيقول كلام ولا تصدق ولا عمل أي حاجة. تعالوا نتفرج النهاردة على حلقة مهمة جدا هتهم كل الناس اللي بتتابعنا. كتير مننا عنده مشاكل في البيت، مشاكل مع مراته، مشاكل مع عياله، لسه ماسك ابنه ضربه، ولسه متخانق مع جاره. إيه يا جماعة، في إيه كل المشاكل دي؟ بيقول لي والله ما أنا عارف، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل، أطلع من المشكلة دي، أخش في الخناقة دي، أنا عايز أعرف إيه الحل. اقول لك الحل بسيط خالص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه من زمان جدا جدا جدا. ايه الحل يا رسول الله؟ الحل انك الاول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الصدقه تطفئ غضب الرب. يعني بيقول لحضرتك لو حضرتك تصدقت غضب ربنا سبحانه وتعالى اللي عليك هيقل، بل بالعكس هيقلب برضا من الله عز وجل. تخيل بقى ان انت ربنا عز وجل كان غاضب عليك في حياتك كلها، كانت بايظه وخناقات ومشاكل، الحمد لله بقت حياتك ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، فرضي عندك ده، فبيتك اتغير، زوجتك اتغيرت، اهل بيتك، شغلك، جيرانك، كل حاجه عندك اتغيرت. فبفضل الله عز وجل الصدقه دي بتغير لك كل شيء في الدنيا للاحسن بفضل الوعد اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بيه. الامر الثاني وده الاهم، ان هي بتصلح لك امر الاخره، وده اللي كلنا بندور عليه، لان احنا كده كده هنموت بعد يوم، بعد سنه، بعد 10، كنا هنموت، وهدفنا الاسمى ان احنا ندخل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه واياكم يا رب. ليه بقى ده بيعمل لنا في الاخره؟ تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك ما نقص مال من صدقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك لما يكون معاك 100 جنيه تطلع منها 10 جنيه الفلوس تبقى كام؟ 90 جنيه. الفلوس قلت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا ما قلتش. يا رسول الله ازاي قلت؟ ده كانت 100 بقت 90. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما قلتش. لو انت موقن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى مصدق ان هي فعلا ما قلتش، وهيبقى عندك قناعه ان ال 90 جنيه دي هتبقى اكتر من 100 وال 200 وال 300. ده من ايماني بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتروح بعدها بقى للحديث الاشمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، اللي بيتكلم فيه عن ايه بقى؟ بيقول الصدقه برهان. برهان يعني ايه؟ يعني امتحان. يعني الصدقه دي امتحان لايمانك انت بقى. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما نقص مال من صدقه. فلو انت موقن بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا هتتصدق، وانت عندك يقين ان الفلوس دي هتزيد، فيبقى ده البرهان بقى الامتحان. ولو انت مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم تقول مستحيل، يعني 100 جنيه طلع منها 10 جنيه او 90، تقول الفلوس دي، فبقى امتحان رئيسي واختبار رئيسي، انت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا مش مصدقه. فلو انت فزت بهذا الامتحان يبقى انت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهتكون باذن الله من اهل الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه جميعا. فعشان كده بقى الحديث الجامع ان الصدقه برهان والصلاه نور. يبقى اذا النهارده بقول لحضرتك موضوع الصدقه ده هيفيدك في دنياك، انه هيصلح كل المشاكل اللي عندك، لان ربنا عز وجل الغضب اللي عليك من الله عز وجل هيتحول لرضا وفضل من الله سبحانه وتعالى. هيفيدك في اخرتك ان شاء الله عز وجل. هقول لك بقى فكها يا عم بقى عشان ربنا يفكها عليك وفك الكيس بقى. ماشي يا عم محمود، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.